الثاني اعترض. اعترض بماذا؟ قال أخطاؤهما تختلف عن أخطاء الشيخ فرغوسون، وهذا لا يقوله إلا جاهل، ولو كان أتخن شيخ. الذي يقول إن أخطاء الشيخ فرغوسون ليست كأخطاء الشيخ ربيع والشيخ عبيد لا يقوله إلا جاهل. جاهل بيش؟ مش جاهل بالعلم الشرعي، لا حاشا وكلا، ما تكون عالما، لا، إما جاهل بالشيخ فرغوسون أو جاهل بأخطاء الشيخ ربيع والشيخ عبيد، واحد من اثنين. أما سلفي طالب علم يعرف أخطاء الشيخ ربيع والشيخ عبيد بالتفصيل، ويعرف أخطاء الشيخ ربيع الشيخ فركوس بالتفصيل، ثم يرى أن الشيخ فركوس أشد، فهذا إما جاهل أو صاحب هوى. إذا يعلم إما جاهل بالعلم الشرعي وإما صاحب هوى، لا ينفك عن الاثنين. وأنا ذكرت في بعض التعليقات أتحدى أتخن طالب علم، أكبر طالب علم، أكبر شيخ، أناقشه في هذه المسألة بالدليل والبرهان، وإذا أنا مخطئ مستعد أتراجع أمام المرأة. لكن أين الرجال؟ وين طلاب العلم؟ من يناقشني منهم؟ إذا كانت يا طالب العلم تخالفني، أنا أتحداهم جميعا وأقول لهم وأخاطب جميع مشايخ الجزائر بلا استثناء، إذا كنتم ترون أن أخطاء الشيخ فركوس أعظم من أخطاء الشيخ ربيع والشيخ عبيد، أنا أدعوكم للمناقشة العلنية أمام الناس. أي واحد مستعد أناقشه، الشيخ عبد المجيد جمعة، الشيخ الأزهر سنيقرة، الشيخ سمير مربيع، الشيخ محمد شلابي ولا شلابي، أي واحد أنا جاهز، بس ليس سرا، جهرا أمام الناس وبالحجة والبرهان والدليل. نلتقي في برنامج من برامج المحادثات، أنا موافق أناقشه علانية، وأتكلم عن هؤلاء المشايخ الأربعة فقط. إذا كان واحد آخر بمنزلتهم أو قريبا منهم أنا موافق أيضا.